المشاهد يشوف تبي تحية طيبة لجميع المتتبعين والمتتبعات. أتمنى إن شاء الله كل شيء يكون بخير وعلى خير طبيعة الحال. إذا إحنا دائما كنحاولوا نقربكم أكثر من الأجواء هنا في مدينة وجدة. إذا تحية طيبة للجميع. إذا تبعوا معنا الأجواء. اذا بغينا نتكلموا على واحد الموضوع اللي صراحه مهم ومهم بزاف، هو موضوع اللي كيهم الجميع طبيعة الحال، موضوع اللي كيهم الجميع هو انه شنو هي الامنيات ديالكم ان شاء الله، يعني كي غادي ترفع حاله الطوارئ بطبيعه الحال. انا كنتمناو بطبيعه الحال دائما الخير للجميع لهذا الوطن الحبيب. سميح كنحاول نقاد اذا دائما كنحاولوا نوصل لكم الاخبار والاحداث يعني اللي وقع مدينه وجده طبيعه الحال في هذه الجولات الليليه لجماهير ومشاهدين ومتتبعين اللي عاشوا معنا اجواء رمضانيه رائعه في رمضان. جولات اللي كانت صراحه مثمره، كان واحد الحديث شيق. يعني كما كتعرفوا نقدر نقول لكم العدل العكسي ديال نهايه حاله الطوارئ، ان هذه الاجراءات اللي رجعت مخففه، وكذلك بالنسبه ل بالنسبه حتى يعني الحمله ديال التلقيح اللي الحمد لله غاديه في واحد الطريق اللي مزيان الحمد لله، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل يعني المجهودات الجباره ديال المسؤولين بطبيعه الحال على الصحه وعلى خصوصا على الصحه. إذا كنتمنى إن شاء الله أنه ترجع الحياة عادية، لأن كما كنشوفوا معايا الأجواء في مدينة وجدة كان شوية ديال الأمطار، شوية ديال الشتاء، وكتعرفوا فصل الربيع ديما كيكون هذا الجو هكذا يعني متقلب. إذا بغينا نتكلم على هذه الجولة الخفيفة الظريفة، بغيت نعرف أنا كذلك واش الناس يعني باقي الناس كيديروا الاجراءات الاحترازيه. لاحظنا كما كتشوفوا هذو بصراحه يعني ما بقيناش نشوفوا هذيك الاجواء ديال الكمامه وهذه، يعني الناس صافي الناس كنطات، ولكن نتمنى انه الانسان يحذر راسو باش ما يتصابش، لان هذه المرحله هذه خصوصا قلت لكم التجمعات وهذه كاع في الشارع ما ديرش كمامه ماشي مشكل وهذه، ولكن يكون شي تجمع ولا شي عرس هذه حاول الانسان يتفادى المخالطه ويدير التباعد ديالو الاجراءات ديالو باش ما يوقع في شي مشكل ولا شي حاجه. غادي كنهضر بالخصوص على الناس اللي ما دايرينش الفاكسان بطبيعه الحال. فهو بطبيعه الحال امر عادي جدا، يعني يقدر الانسان يعيش حياته عاديه بمعنى هذا. كما كنشوفوا معنا هذه الاجواء ليلية هنا بمدينة وجدة، نحاولوا نوصلوا لكم شنو واقع في طبيعة الحال. فوقاش غادي تلقوا، ولكن أي واحد فينا عنده أحلام وعنده طموحات اللي بغى يحققها بسبب أنه كتعرفوا كورونا حرمت مجموعة الأمور من هذه الأمور الحفلات والأعراس اللي الحمد لله راهم رجعوا.
كنشوفوا مجموعه نتاع الناس اللي بداو يشدوا العرس ديالهم. اذا غدا ان شاء الله غادي نحاول نصور لكم اول عرس في مدينه وجده في القاعات المشهوره ان شاء الله. نشوفوا الاجواء كيف دايره، المسائل كي دايره كذلك. المهم كما كتلاحظوا معنا الامور جد عاديه هنا بمدينه وجده، يعني ما كانش مشاكل الحمد لله، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا دائما كنحاولوا نقربوكم الاجواء الليليه هنا بمدينه وجده، وخصوصا الناس مساكين اللي على برا في الخارج وجده. كنحاولوا نقربهم اكثر من الاجواء. اذا مرحبا بكم في عاصمه الشرق مدينه وجده. نتمنى انه كل واحد فيكم يعرفنا بالمدينه ديالو ولا المدينه اللي حضره معنا بقوه في هذه الاجواء الجميله بطبيعه الحال. لكن ما كتلاحظوا معايا الناس باقيين على برا، باقي الدعوه القضيه، يعني كما تعودنا هذه شحال انه هذا القطاع صافي كلشي كيسد، ولكن دابا الحمد لله كلشي فاتح، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. بزاف تاع الناس اللي باغي مساكن، خصوصا الناس دابا الفنانه وصحاب لي تريتور وهادي كلشي باغي يخدم، لانه الناس راه صعيبه باش غادي تلقى الخدمه وغادي تخدم، غادي تلقى الخدمه خاص ريزيرفاسيون، خاص الوقت، يعني هاد الناس هادو فوقاش غادي يبداو يتحركوا مزيان في الاخر ديال هاد الشهر هذا وشهر سبعه ان شاء الله وثمانيه والشهور تاع اللي جايين، وان شاء الله نتمنى انهم يركيبيريو وياخذوا حتى درس، لانه باش تنتكلقي على خدمه وحده راه صعيب. الانسان خصو يكون عنده مداخل اخرى باش الى مشات وحده قالوا بعدا واحد المصدر ديال العيش. اذا كما كتشوفوا معايا الاجواء هنا بمدينه وجده، نتمنى انه تبارطاجيو معنا هذا المباشر. احنا دائما كنحاول نقربكم من الاجواء، شوفوا شنو واقع وشنو. احنا كنتواجدوا في حي طوبة، احد اشهر الاحياء بالمدينة، ام ريتاش تبارك الله عليك وتبارك الله على ناس الصحراء المغربية بطبيعة الحال. اذا كما كنشوفوا هنا الاجواء كيف دايرة، أجواء جميلة جدا ورائعة. إذا كل واحد الأمنية ديالو، كاين اللي باغي يتزوج، كاين اللي دابا الزواج صافي راه مطلقوه، ولكن ما غاديش تجي بحال هكا. إذا نتمناو الخير، حنا كنتمناو الخير بطبيعة الحال للجميع. نتمنوا انه كل شيء يكون مزيان وترجع الامور كما كانت هذه شحال، والانسان يتعامل عادي كما كنا عايشين حياتنا عاديه، تمشي فين بغيت، تجلس فين بغيت، تدخل فين بغيت، ما كانش اللي يقول لك ما كانش اللي يهضر معك. ودابا امور صعبت، وان شاء الله غادي ترفع حاله الطوارئ وترجع الامور عاديه، ما غاديش نبقاو نشوفوا البراجات، ما غاديش نبقاو نشوفوا مجموعه تاع الامور ان شاء الله. اذا ما نساوش يعني الناس اللي وقفوا جنبنا في هذه الفتره، كلشي فرحان خصوصا نيشان، نيشان صحاب القاعات فرحانين بزاف، ماشي غير القاعات، الجزار والخضار والموسيقي والفنان وصحاب الفولكلور اللي يسربيو، كلشي فرحان لانه كلشي كيخدموا في هذيك القاعة. القاعة كتخدم معها اكثر من 100 مهنة، هذا المعنى كتلقى مثلا غير السرباية 20 سرباية، الجوق فيه 10، هي 30 نهاية، في الرا لا سيكوريتي واحد الخمسة ولا هي 35، هادو غير اللي في القاع، زيد لها الميناج واحد 3 ولا، زيد لها لاكويزين هاهي 40 غير في القاع، زيد لها صحاب الدقة المراكشية مثلا واحد 10 هاهي 50، واحد 50 أخرى هذا مول الدلاح، هذا القزار، هذا اللي كدا، هذا مول ترونسبور،
وجدي وجدات تبارك الله عليك خويا، والله الا كل شيء بخير وعلى خير الحمد لله. يعني كان مجموعه تاع الامور الحمد لله اللي زوينه بزاف. نتمنى ان شاء الله الخير، هذا هو ليسونسيال. وما تنساوش الدعوات ديالكم، لان الدعوات ديالكم راه ان شاء الله مستجابه عند الله سبحانه وتعالى، باش تكون الامور مزيانه 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 بزاف. اذا تحيه طيبه لجميع المتتبعين والمتتبعات، وشكرا على التتبع، ونرجع لكم بعد قليل ان شاء الله.